مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة جدا سهلة وسريعة. عنا حبتين بطاطا قشرتن وغسلتن وقطعتن بهيدا الشكل، هيدا الحجم حبات البطاطا اللي عملتن. عنا جبنة موزاريلا، كوب حليب، كوب مي، حبق، رشة صغيرة، نص ملعقة صغيرة ملح، ورشة صغيرة كمان فلفل أسود. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط البطاطا بالطنجرة، كمان الحليب، المي، بسلقهم مع بعض على الغاز. هيدي البطاطا هلأ على الغاز، بتركن لتستوي البطاطا. بتأكد من البطاطا هلأ إذا استويت. البطاطا صارت جاهزة، استوت. هلأ بحطهم بقلب صينية. بسم الله. مدهم بهيدا الشكل. وجبة كتير سهلة وسريعة للفطور أو العشاء. كمان بخلط البهارات مع بعض، برش مع البطاطا، رح اترك قسم صغير حطه على الجبنة بيعطي شكل كتير حلو. حط الجبنة. اكيد عم حمل الفرن من الاعلى بس لدوب الجبنة بالفرن. فينا إذا حبينا نحط فوقها لحمة مفرومة. كمان برش شوية على الوجه يعطي كتير شكل حلو. هلأ بحطها بالفرن. هيدي الوجبة اللي عملتها أنا وياكم بعد ما طلعت من الفرن. لنشوف مع بعض الشكل النهائي. هيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.